كذي كرك المسله جهز ويانا. نص كوب شكر نكرمله، هذا اهم شيء، او تقدرون تحطون كميه اقل من نص كوب. تكرمل الشكر وايد وايد خطوه مهمه، يعطيكم طعم ثاني. الحين يجيب الماء تقريبا 500 ملي، انطر شكر يذوب مع الماء. بعد ما ذاب الشكر مع الماء نحط 3 كفاش شاي خشن أو الدارسين، شوية هيل، شوية مسمار، نجمة أو اليانسون الصيني. نخليه يطبخ 10 دقائق على نار هادية. الحين بعد 10 دقائق نجيب الحليب المبخر مال كي دي دي. عم جربه بكذا وصفة، الحلو فيه يتسكر زين، تخزن مرة ثانية ويستخدم. الحين بعد نزل علبة كاملة، خليه يطبخ كذي 5 دقائق على نار هادية. الحين نشغله.